عن البوفرادي. البوفرادي رغم أنهم من أهل الثلث من السراي، لكنهم من الناحية النسبية من قبائل أسلم وأولاد حسن أبو الحى، فهم عشيرة من العشائر الأسلمية الشمرية مع السراي، يتواجدون مع السراي، يحسبون مع السراي، لكن النسب نسب يقال أنهم من آل من بني أسلم من خلفة حسن أبو الحى. وإذا كان لأخونا أبو فيصل نعم. رأي هم إيه نعم هم حقيقة أخوة عشيرة أبو الحى الموجودة في النعمانية مع قريش. نعم. وأبو الحى كمسمى أي أنهم أصحاب اللحى الكثيفة. نعم. فقالوا أبو الحى، يعني أجدادهم كانوا يتميزون بتربية اللحى، هذا أولا. ثانيا أبو الحى وهم أبناء عمومة، والاثنين من الأسلم من شمر، إلا أن جميع أعمدة النسب التي طلعنا عليها للعشيرتين، وقد أرسلنا أكثر من سلام إلى جناب الشيخ حامد ناصر بطع على ما أعتقد اسمه أبو ماجد الله يوفقه، قلنا أن عمود نسبكم مضطرب في أكثر من لجان، في لجنة تبجيل الألقاب، في اتحاد المؤرخين، في المشجرة التي يرسمونها عندنا، أرسلنا له الكثير من السلام، هو وإخوان البلحة أيضا. أي. وهناك طبعا الاختيات من البلحة موجودين مع الاسكوك أيضا، عدلنا عمود نسبهم، لكن نحن نقول للإخوان أنه أنتم من شمر الأسلم، إلا أن عمود نسبكم الذي يذهب إلى الأسلم إلى طي إلى قحطان عمودكم مضطرب، تدخلون في عمود وتخرجون من آخر، عدلوا هذا العمود ونحن مستعدون، عمودكم موجود لدينا. حياك الله.